السلام عليكم، معكم مهند غلام 050-516-3525. اليوم هنكلمكم عن السيارة الأخيرة عندنا من الـ LT سيلفرادو 2020 فئة السراب S. سراب S زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها تعديل. السيارة دي كان شبكها كروم ودعمياتها كروم، يعني كانت نفس الواجهة دي تقريبا، الشبك كروم والدعميات كروم. حاليا طبعا زي ما انتم شايفين الشبك لونه اسود مع الشعار الاسود المضيء، اللي تات الزينون والال اي دي. الدعمية نفس لون السيارة، هنا طبعا في السيارة اللي قدامها هي لونها ابيض مع الهوكات الحمر، وعليها الرفارف الجانبية طبعا، في هنا الرنجات السود مع الكاليبرز او بركات الحمر. اسمها سراب اس السيارة. انتم شايفين الانتنة البولت، هي عليها التخطيط والبورل اكزوست زي ما شفنا، كمان في عليها التسكيرة، الحوض، شعارات السراب ما شاء الله. دي اخر قطعة عندنا او اخر حبة عندنا موجودة، وعليها عرض تصفية رائع في السعر. اتصلوا علينا مهند غلام 050-516-3525.